في نومه رسول الله صلى الله عليه وآله في كتيبة من الملائكة عن يمينه وعن شماله وعن إمامه وعن خلفه ومن خلفه وعن أمامه، وهو يقول: بني حسين كأني بي أراك عن قريب مرملا بدمائك مذبوحا في أرض كربلاء، عطش وأنت مع ذلك عطشان لا تروى وظمأن لا تسقى بين عصابة من أمتي وهم يرجون شفاعتي، لا أنا لهم الله شفاعتي. حبيبي يا حسين أسرع إلينا، فإن أباك وأمك وأخواك مشتاقون إليك. عندما سمع الحسين سلام الله عليه قال: يا جدا يا رسول الله، لا حاجة لي إلى الرجوع، خذني معك. قال له رسول الله: لابد من ذلك. نادى: ضمني عندك يا جدا، حلني يا جد من بلوى، سماني يا سليم، طاقمي يا جد من فرط الأسى، كل فسيم ما عسى طود الأسى يندك بين سلام الله عليه إلى داره، وقد عزم على الرحيل من المدينة. أجركم الله يا شيعة يا موالين، أخبر آل بيتي بما يجري. ولك شيخ حسن قال حين نبأ آله الغرب بما قال النبي: أظلم الوفق علي عليهم بقتام فكان لم يستبينوا شرقها من مغربي، أشيتهم ظلمات الحوت من أجل الحسين. جمع آل بيته، أمرهم بأن يستعدوا للرحيل من المدينة. اجتمع الناس من كل ناحية في ذلك اليوم، والجميع ينادي: وحسينا ومصيبته. يقول عبد الله بن سنان الكوفي: ذهبت بعد أن سمعت بخروج الحسين، رأيت الناس وقد اصطفوا وهم ينظرون إلى تلك المحامل. خرج من دار الحسين شاب وجوك في القتل القمر، جاء بجانب أحد المحامل، وقف وإذا بامرأة مجلببة بالسواد،
قد أقبلت تعثر في أذيالها إلى أن وصلت إلى جانب ذلك الشاب، وقفت إلى جانبه أخذها بعضدها وأركبها إلى محملها. سألت من هذا الشاب فقالوا هذا العباس بن علي قمر بني هاشم. ومن هذه المرأة؟ قالوا هذه زينب ابنة علي. لكن الحسين بأمر من جده حمل النساء والأطفال، يقولون حمل مع 222 بين رجل وطفل وامرأة، مع 250 ناقة، لكنه أبقى أيضا لأمر، أبقى ابنته فاطمة العليلة. ليش؟ لأنها مريضة ما تستطيع على الترحال والسفر. عندما نظرت فاطمة سلام الله عليها إلى عماتها وأخواتها على متون الخيل وفي داخل المحامل، خرجت تزحف على ركبتيها، جاءت وهي تنادي أبا حسين إلى أين تمضون عني، خذني معك يا أبا يا حسين. قال لها أنت مريضة، إذا وصلنا إلى مكان الاستقرار أبعث إليك من يأتي بك إلينا، أبعث إليك عمك العمك العباس أو أخاك علي الأكبر. عندما نظرت في وجه أبيها قالت أبا حسين إن نفسي تحدثني أن لا لقيا بعدها